أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. في حلقة هذا المساء إن شاء الله سنتحدث حول موضوع عصمة الأنبياء والرسل. نحن نبجر ونوقر كل الأنبياء والرسل قطعا، لكن هناك من يشكك في عصمة الأنبياء والرسل، حتى أن هناك بعض العقائد قد ترى بأن الأنبياء والرسل هم في النهاية بشر وأنهم يخطئون. ربما تصل بعض الأمور في بعض هذه الروايات والحكاية إلى حد الآثام أو الخطايا. سنحاول في حلقة هذا المساء مع فضيلة الدكتور أن نتعلم من فضيلته ما حقيقة العصمة الخاصة بالأنبياء والرسل. هل العصمة شاملة؟ هل العصمة تختلف ما بين النبي والرسول؟ وأمور أخرى كثيرة ملتبسة في هذا الأمر، وستشاركونا إن شاء الله بأراءكم على سؤالنا على الفيسبوك. ما رأيك في من يشكك بعصمة الرسل والأنبياء؟ وقطعا سنرحب كل الترحيب بأسئلة حضراتكم في أي الموضوعات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو على SMS أو على صفحة البرنامج، وسيكون لها نصيب وافر إن شاء الله في نهاية الحلقة. في البداية أرحب بفضيلة الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بفضيلتكم مولانا. بداية، ما مفهوم عصمة الأنبياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. البشر نوعان، بشر قد أوحى الله إليه وبشر لم يوحي الله إليه، والوحي نوعان. نوع هو وحي كوني ونوع هو وحي شرعي. ونحن نتكلم عن البشر وليس عن سائر الكائنات، وعن الوحي الشرعي وليس عن الوحي الكوني. فنريد أن نرسم هذه الخريطة. أولا، هناك بشر، والبشر هم من أبناء آدم، ولقد كرمنا بني آدم، والبشر هم الذين أسجد الله الملائكة لأبيهم آدم. هؤلاء البشر منهم من أوحى الله إليه. كيف؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. يبقى إذن ثلاث أنواع من الوحي. أن الله سبحانه وتعالى يكلمه ولكن وحيا، أو يكلمه كفاحا، يعني يكلمه مباشرة مثل ما فعل مع كليم الله موسى. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكما حدث مع سيدنا إبراهيم من قبل. سيدنا إبراهيم يعني هو تكلم مع الله سبحانه وتعالى في محادثة، لكن هو لم يكن مثل ما تجلى الله على موسى. كريم الله موسى مش إبراهيم. ولكن هذا الكلام هو من وراء حجاب، بمعنى أن الله قد خلق المعاني في موسى مباشرة، وهي التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يوصلها إلى ذهن موسى. وفي العربية إذا استعملت المفعول اللي احنا كنا بناخده في الابتدائي وإعدادي، المفعول المطلق، يعني على الحقيقة، يعني لما تقول أكلت أكلا، يبقى أكلت هنا ما تنفعش تبقى مجاز. السبب إنك جبت كلمة أكلا اللي هي المفعول المطلق. وكلم الله موسى تكليما، أدام جاب تكليما يبقى كلام حقيقي وليس مجازا. ما يجيش حد يقول لي العبارة دي كناية عن شدة الاتصال أو قوة الوحي أو كده. ليه ما يقولش كده؟ مش قد تكون كناية؟ قال له: لأنه استعمل المفعول المطلق. يبقى لما تيجي تقول مثلا قاتلته قتالا، يبقى قتال حقيقي. واخد بالك ازاي؟ ولذلك احنا بنرد على العيال النابتة وهم بيقولوا النبي عليه السلام قال: جئتكم بالذبح. عارف لو كان قال له عارف الحقيقة عايز يذبحهم بالسكينة يقول لهم ايه؟ جئتكم أذبحكم ذبحة. على طول يعرفوا أنه هيجيب السكينة ويذبحهم. تأكيد للفعل. المفعول المطلق فيه تأكيد للفعل. ليه؟
أصل الفعل ده هو جواه الحدث اللي هو الذبح أو الأكل أو الشرب أو الكلام، والمفعول جه مرة تانية. يعني معناته إيه؟ يعني معناته إن الله صدر منه كلام، كلام، أنت واخد بالك؟ يبقى المفعول التاني ده بيأكد الأولاني، كلم وكلم الله موسى تكليما. أدام جاب المفعول المطلق يبقى خلاص، يبقى مش مجاز، ده حقيقة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. طيب، يبقى في بشر ربنا أوحى إليهم، ثم جه خاتم النبيين والمرسلين وختم الله به النبوة والرسالة، وانتهت حكاية أن يبقى البشر منهم ناس ومنهم نبي. ومن النبوة دول 124 ألف نبي اللي ربنا أرسلهم، 124 ألف نبي زي حديث الترمذي، اختار منهم 300 وشوية، 312 رسول. يبقى الرسول أعلى من النبي، يبقى كل رسول لازم يكون نبي. نبئ يعني نبي فعيل، نبي فعيل من الـ من الـ من النبأ، فهو منبئ ومنبأ، يعني نزل له النبأ علشان يقوله للناس، فهو اسم فعل واسم مفعول. فالفرق بين الرسول والنبي، الرسول أرقى أعلى مرتبة، وذو العزم من الرسل هم اللي فوق كده. طيب، لما نمسك بقى واحد واحد، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا محمد، سيدنا أيوب، أي واحد سواء كان نبي ولا كان نبي ورسول، في قبل النبوة وبعد النبوة، فيه قبل النبوة وبعد النبوة. قبل النبوة بشر هو، وممكن ربنا، إلا أنه في علمه ربنا لغاية دلوقتي هو ما هوش مصدر للأحكام. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي وماشي مع أبو بكر، ما هوش مصدر للأحكام لأبي بكر، هو صحبه رضي الله تعالى عنه، حبيبه، صديقه، وهو زوج السيدة خديجة عليها السلام. ما هوش مصدر للتشريع، لانه فيش تشريع، ما فيش شرع اصلا، ما هو لسه الشرع ما نزلش، لسه النبأ او النبوءه او التنبيه لم يحدث، او الرساله او الرسالة. الوحي لسه ما بداش. مظبوط. فيجي لي واحد يقول لي في الفتره دي، هل يجوز من هذا الانسان الذي سوف يهيئ حتى يصير نبيا ان يقع في الخطيئه؟ فبنقول له والله ما هو ده انسان قبل الوحي، ليس حجة على أحد. لما كان يجي يقول حاجة يقول له طب يعني ما أنا زيك، ما أنت بشر وأنا بشر، واخد بالك إزاي؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، بس فرقت إيه بقى؟ يوحى إلي. ولذلك ما ينفعش تقف عليها، ما تقولش النبي عليه السلام يا أخي بشر زينا يا أخي. العيال العصريين دول يقول لك لا، ايه يعني ده انا بشر وهو بشر؟ لا، انت لا، انت بشر وهو بشر، ده صحيح، ولكن ديك هتبيوحى اليه، انت ما بيوحاش اليك، ديك هتمصدر للتشريع، انت مش مصدر للتشريع. ومن هنا جاءت العصمه. طب انا عايز ابص له واقلده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بصوري كده وشوفوا الحكاية، يحببكم الله. إذن الراجل ده أصبح حجة، في الإنجليزي إذا كان محدش عارف عربي authority، يعني مرجع، يعني حج، يعني مرجوع إليه، يعني نرجع له علشان نشوف هو بيعمل إيه. يعني قال خذوا عني مناسككم، ما تقعدوش تسألوني كتير، بصوا لي وشوف أنا هعمل إيه واعملوا زي. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما العلماء تدبروا في الحجية بالشكل ده
وفرضوا فرض، هل ممكن للرجل ده عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله جميعا إن هو يرتكب ذنب؟ يعني ده لو ارتكب ذنب هقلده. ذنب يعني إيه؟ يعني معصية. معصية يعني إيه؟ يعني أمر يغضب الله، أمر يغضب الله. هل ده يصدر منه أمر بيغضب الله وربنا بيقول لي شوفوا واتبعوا وفي كل حاجة؟ قتل. هنا الحكاية. يبقى إذن ما ينفعش نقول إن الأنبياء غير معصوم، ما ينفعش نقول كده. لازم النبي، أي نبي بما فيهم سيدة الخلق أجمعين، هو معصوم من كل الآثام والخطايا وما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نشوفه كده، كل التصرفات اللي هو بيعملها مباح. نام يبقى النوم مباح، أكل يبقى الأكل مباح، عطس يبقى العطس مباح، كح يبقى الكحة مباح، مرض يبقى المرض مباح. هنعمل ايه؟ امر كوني، ما يعني ما فيش بتاع فيه. وهو مرض قال يبقى لما اكون مريض مباح. ده 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 ربنا بعته مثالا يحتذى، ربنا بعته اسوه حسنه، ربنا بعته كل الانبياء مولانا والرسل كل الله. امال هو وحي ليه اوحى ليه ليه؟ ما هو علشان نتخذه دليلا في رضا الله. مين اللي حوالينا كده ربنا راضي عنه علشان اعمل زيه؟ هو الراجل ده النبي او الرسول، النبي طلع نبي خلاص. ولذلك لا يجوز دعوة العصمة لاحد بعد النبي اطلاقا. ولذلك احنا زعلنا مع الشيعة والشيعة زعلوا معانا لما قالوا ده الائمة معصومين. قلنا لهم ازاي؟ الله، انت كده خليت فيه مرجعية بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كده جبت تشريع تاني ما هوش موجود. لا، دول ناس اكابر محفوظين، اولياء علماء كبار، سيدنا علي زين العابدين وسيدنا الحسين وسيدنا محمد الباقر ابن علي زين العابدين وسيدنا جعفر الصادق، دول أسيادنا بنحبهم إحنا. ولكن إنهم زي سيدنا الرسول؟ لا. فالخلاف الذي بيننا وبين العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ماشيين إن سيدنا الرسول معصوم لأنه مثال يحتذى، ولأن كل ما صدر منه فهو حجة، هبني عليه أحكام شرعية، وهبني عليه الحسن والقبح الشرعي الذي أرى فيه ما الذي حسنه الله وما الذي قبحه الله. فكل ما أجراه على يده هو مما حسنه الله، وكل ما امتنع عنه أو أمر به أو تكلم فيه أو هكذا فعلا أو قولا أو تقريرا أو وصفا، فيبقى إذن هذا هو الشرع الشريف. لكن الحاجات اللي هو نهى عنها خلاص تبقى منهي عنها. طيب مولانا، ان شاء الله باذن الله هيكون لنا وقفه في حلقه خاصه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ومساله عصمته عليه الصلاه والسلام، ولكن اسالك سؤال فيما يتعلق بما قد يتردد على السنه بعض من المسلمين او حتى من غير المسلمين، والتي قد تنتقص من عصمه بعض انبياء الله. فقد يتهم نبي من الأنبياء بأنه أرسل أحد جنوده لكي يقتل ثم يتزوج زوجته، أو نبي آخر بأنه على علم مع الجن أو ما إلى ذلك، وأشياء أخرى، وأن هذا النبي شرب الخمر، وأن هذا النبي نظر إلى ما حرم الله، أشياء يعني حقيقة نحن نستغرب منها. فأسأل حضرتك، هل بالفعل هناك أخطاء لبعض الأنبياء؟ ولا هو ده يتنافى مع إجابة السؤال الأول، ولكن أريد أن نفند في هذا الأمر. أبدا، ليس كل اللي حضرتك ذكرته موجود في من كان سابقا، وجاء القرآن مهيمنا عليه ونفى عن هؤلاء الأكابر مثل هذه القاذورات. لا أيوب زنى بولاده، ولا لوط زنى ببناته، ولا مش عارف مين شرب الخمر لغاية ما سكر وبعدين مش عارف إيه، ولا لا ما حصلش الكلام ده أصلا. فالكلام ده ما هوش موجود، الكلام ده من أساطير الوضاعين زي عندنا
في الإسلام حاجة اسمها الحديث الموضوع. فده من الأحاديث الموضوعة، يعني كلام فارغ. يعني الأنبياء عندنا في الإسلام حاجة كبيرة أو دموحة إليه. هذه النظرة ما كانتش موجودة عند بني إسرائيل. كان عندهم أن النبي إيه يعني؟ إذا كان دول قتلوه، واخد بالك إزاي؟ فموقف بني إسرائيل من الأنبياء مختلف عن موقف المسلمين من الأنبياء. الأنبياء عند المسلمين معصومين، أكابر، حجج، أمثلة أرسلها الله للبشر حتى يقيم الحج عليهم. يقول لك أنت يا أخي بتنام وبتشرب وبتاكل وبتروح وكده، وأنا كلفتك بحاجات أنت مش قادر تعملها ليه؟ والنبي أخوك النبي ده عملها، ما هو إلى عاد أخاهم هودة. فهود أخوهم، أخوهم يعني إيه؟ أخوهم في ما هو بينام زي ما بيناموا، بيقوم زي ما بيقوموا، بيمشي زي ما بيمشي، وبيحتاج ما يحتاجونه، وعنده غضب وعنده ذاكرة وعنده نسيان وعنده كل حاجة زي البشر بالظبط. قل إنما أنا بشر مثله. هود ولا صالح ولا أيوه كده محفوظين، محفوظين من إيه؟ من كل المعاصي والأثام. بعد إيه؟ بعد الوحي. نزل الوحي من هنا، أصبح حجة، أصبحوا مصادر للتشريع، إذن فلا يمكن أن يرتكبوا أخطاء. يجي بقى يقول لك بس أصل إحنا لقينا في القرآن نسبة الأخطاء إلى الأنبياء. فين؟ كلها قبل الرسالة. يعني قبل الرسالة ممكن أن يقع سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه قبل الرسالة. لأن هو راح مدين وتزوج من بنات النبي اللي هناك ورجع بيهم، وبعدين أوحي إليه في الوادي المقدس طوى إلى آخره. يعني القتل ده اللي حصل، بالرغم أنه قتل خطأ وبالرغم أنه ليس من هذا المؤاخذة ومن غضب الله، إلا أنه أيضا كان قبل الرسالة. أكل آدم من الشجر كان قبل الرسالة، لأنه دار تشريف لا دار تكليف. الجنة دار تشريف. فلما خالف وعصى تبقى معصية إيه؟ معصية كونية. إزاي؟ ابنك الصغير سن 4 سنين بتقول له ما تعصنيش، بطل أكل الشوكولاتة علشان بتجيب لك حساسية، فخبى الشوكولاتة كده وراح واكلها من وراك. تقول له كده برضو عصتني؟ انت واخد بالك؟ عصتني ازاي يعني؟ يعني هيدخل جهنم يعني مثلا؟ ولا لا، ده المعصية دي لغوية، اللي هي المعصية الكونية اللي هي المخالفة، مطلق المخالفة. الواد نفسه في الشوكولاتة فكال الشوكولاتة ولا يعرف أنها تضره. سيدنا آدم في دار التشريف اللي هي الجنة ما كانش مكلف أصلا، ولكن عصى أمراً. عصى خالف يعني. لا. واخد بالك؟ خالف. فراح الولد بقى بيقول لك إيه؟ ولله المثل الأعلى. بيقول لك طب سامحني، طب توبت، أنابت، حرمت، مش هعمل كده تاني، علشان يسترضيك، لأنك خايف إن أنت تحرمه من الفسحة ولا من بتاع إلى آخره. إنما دي ملهاش دعوة بالتكليف الشرعي اللي احنا بنقول عليه أنه معصومون منه. كذلك سيدنا إبراهيم، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيوة، اللي هي قبل كده هو بيعتقد أنه لما جه وتأمل كده في السماء وما أدركش الإله مرة واحدة مثلا يعني، بل لما رأى النجم ورأى الشمس ورأى القمر إلى آخره، بيعتبر إن دي يعني إيه، دي أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. طبعا في ناس بتقول لا، ده كان إيه، نوع من أنواع الشك المنهجي، مش الشك اللي هو الريب، لا، الشك المنهجي يعني بتقسم الأشياء وبتمشي وراء كل واحدة علشان توصل في النهاية، اسمها الصبر والتقسيم والصبر، نقول عليها الصبر والتقسيم، لكن هي أصلها التقسيم والصبر. زي ديكارت، صبر غوره، زي ديكارت. في الآخر مش في الأول. أنا عارف، يعني أنا عارف واحدة بس بتاعت التفاح، فرز كل معتقداته عشان ينقي منها الأفكار الصالحة من الطالحة. من الطالحة ده. ده وجهته ومضة، كأنها ومضة إلهام كده لقضية الشك. فالشك المنهجي ده معناته إيه؟ معناته إنه طب نقسم الحاجة ونصبر غورة كل
حاجة. فأنا عايز أقول لك إنه ما فيش نبي حصلت معها أي حاجة، كل الأنبياء محفوظة، وكل ما ورد في القرآن أو في السنة أو في النصوص إنما هي كانت قبل سيدنا آدم، قبل سيدنا يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. لما تسمع الشيخ المنشاوي، الناس اللي فاهمة بقى، قوم يجي واقف وقفة صحيح، ولقد همت به، ويجي واقف، أيوة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني هو ما همش، يعني لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، ولكنه لما رأى برهان ربي حفظه الله. وعلى كل، انت عايز تقراها على بعضها، ولقد همت به وهم بها، وتوقف. طب هو قبل الرسالة، كان قبل الرسالة مولانا؟ ما هو الرسالة جات له في السجن، في السجن، مظبوط. ما هو قبل الرسالة، ما هو وهكذا، الرسالة جات له في السجن ولا في الجب؟ لا، ده كان صغير، طفل صغير. هو الجب الرسالة بتجيه يعني في الأربعينات، مظبوط، سن الرشد والتكليف، لكن ده عنده 6-7 سنين في الجب. جاله الوحي وهو في الجب، جاله الوحي وهو في الجب. يبقى هنضطر نقول إن الأنبياء أطفال، واخد بالك؟ وربنا قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، نعم، نوحي إليه، ما قالش أطفال. بس هل معنى كده مولانا إن قد يكون الأنبياء والرسل منذ الصغر محفوظون بحفظ الله؟ يعني سيدنا عليه حفظ عام، حفظ عام، يروح الأماكن بتاعت السمر والسهر. ما أنت قلت لي في حلقة تانية، صح. انت قلت لي في حلقه ثانيه، ولكن حفظ عام، حفظ عام، هو محفوظ. وهو لما سرق وهو ابن 6 سنين، والعيال رموه في البتاع ده، طفل صغير كده. نعم. طيب ازاي هيك، نخرج لفاصل وانا استكمل بعد هذا. اهلا وسهلا ان شاء الله، ابقى معنا. مرة أخرى وبنستكمل هذا الحديث الطيب مع فضيلة الإمام حول عصمة الأنبياء والرسل. سؤالنا طبعا هننتظر إجابات حضراتكم على السؤال الخاص بحلقتنا على الفيسبوك، وكمان أي أسئلة لحضراتكم في أي الموضوعات بنرحب بيها إن شاء الله في خلال الدقائق القادمة بإذن الله. أعود مرة أخرى فضيلة الإمام، حضرتك ذكرت لنا قبل الفاصل بأن ما حدث من هذا الموقف الخاص بسيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز كان قبل أن يوحى إليه، قبل الرسالة أو التكليف. بعض المفكرين بيقولوا طيب لو توقفنا عند الآية الكريمة التي قال فيها سيدنا يوسف وهو في هذا الموقف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم نعم. طب هنا هو لسه موحش إليه، نعم، ولكن هو يعلم، قال ربي، ده متربي في بيت يعقوب، ده أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي. أتدرون من خير الناس؟ نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الله، أيوة، ما هو عارف ربه، لأنه هو من وهو صغير سامع يعقوب بيقول يا رب. الله، ما هو سيدنا يوسف ده هو متربي في بيت النبوة، مسروق وهو عنده 6-8 سنين، يعني مميز يعني، وسامع أبوه بيقول كده وأمه بتقول كده، والبيت كله بيشغي ذكر وعليه السكينة وتنزل الرحمات، ده في وحي نازل على يعقوب. فيوسف ابن يعقوب، وابن يعقوب كمان من المخلصين، ما هوش ابن يعقوب زي العيال اللي سرقت دي بالأصباط، واخد بالك؟ الله أعلم أصباط ولا لا، لكن هو ابن يعقوب ده هو ده المخلص اللي فيه، وكان هو عارف بقى وبيحبه. وشوف صورة يوسف من أول، فده متربي كده، صحيح صحيح. فلما يقول ربي، أيوة، معارف، هو أنت فاكر إنه هو ما هوش عبد من عبيد الله؟ لا. طيب أقول لك حاجة، لسه النبي ما نقيسه على سيدنا النبي،
النبي لسه لم يوحى إليه راح يعبد ربه الليالي ذوات العدد صحيح في غار حراء. يبقى ما لسه ما وحش إليه ده، ولا الملك جه ولا ربنا كلمه ولا أي حاجة، بس يعلم أنه بس ربنا جذبه إليه. نعم. ربنا دله عليه كده، لأن ربنا بيهدي، وده مصطفى فاصطفاه سبحانه وتعالى إليه، وهو مختار فاختاره الله سبحانه وتعالى من بين خلقه ليحمل هذا الشرف العظيم بإذن الله. فكل الحاجات دي هي أيوة، سيدنا يوسف كان في بيت النبوة، ولذلك هو عارف ربي وعارف يدعوه إزاي، واخد بال سيادتك إزاي. وبعدين وهو في السجن ولسه الوحي ما نزلش ولا حاجة، لسه الواحد منزلش، فقال لهم انكم وحدوا الله، وانكم ازاي انكم بتشركوا بربنا، ولسه الواحد منزلش. غلط غلط ايه هي؟ قال له اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. غلطة لسان، إن الرب في هذه اللغة معناها السيد الملك، القائد بتاعك، اللي هو ده كان خادم الملك أساسا. وانت شوف شو بقى، دي خطيئة يعني؟ مش خطيئة، واخد بالك ازاي؟ هو غلطة اللسان نتحاسب عليها؟ مش القضية كده، ده القضية هي انك انت من عباد الله المخلصين، كان يجب ألا يتعلق قلبك بأحد من خلقه. يا دي مرتبة عالية قوي، واخد بالك؟ يبقى إذن ده بيصدق عليه إنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنا لما أستعين بالأسباب يجرى حاجة؟ ما يجراش، ده هو لازم أستعين بالأسباب، مش يجرى حاجة، ده لازم أستعين بالأسباب. طب أستعين بالأسباب، وقال له اذكرني عند ربك. يا ربك إيه؟ لما أنت في معيتنا تسأل حد تاني ليه؟ فلبث في السجن بضع سنين. ففي فرق ما بين اللي هو فعصى آدم ربه فغوى، اللي هي المعصية اللغوية دي، وما بين الخطية. لا هو ما عملش خطية، ولا يوسف عمل خطية، ولا إبراهيم عمل خطية، ولا سيدنا موسى عمل خطية، وكل ما جرى على ايديهم جرى قبل النبوة. نعم. طيب هل بهذا المقياس برضه يمكن ان نقيس ما جاء في سورة القصص على لسان سيدنا موسى عليه السلام، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. هل بالتالي هنا، لان سيدنا موسى لم يكن قد كلف حينما قتل المصري، نعم، ولكن هل هنا يعلم بان هناك رب وان هناك اله، لانه من بني اسرائيل من اتباع سيدنا يوسف؟ طبعا بهذا المقياس. ما هو سيدنا يوسف ده من نسله. مظبوط، من نسله، واللي حضرتك قلت عليه اللي هو ذكروا بعض المفسرين ان اخوات يوسف دول هم الاسباط ال 12 اللي هو جات منهم بنو اسرائيل. طب ما هو وامه ربنا اوحى اليها وحيا كونيا. واوحينا الى ام موسى، فربنا أوحى إلى أم موسى. وهنا اختلف العلماء، هل يا ترى في النساء أنبياء، ولا المرأة بطبيعتها جسمها ما يتحملش نزول الوحي، زي سيدنا مريم كده، زي السيدة مريم، وزي السيدة آسيا امرأة فرعون، وزي السيدة أم موسى جيوكاندا أم موسى وكده. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ده اللي قالوا إيه، ما فيش نبوة في النساء. والتانيين قالوا لا، ما هو في وحي أهو، قالوا الله ده وحي كوني، زي وأوحى ربك إلى النحل، ما هو وحي، ما هو الشرعي، واخد بالك إزاي؟ يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا، ما هو في وحي أهو، واخد بالك إزاي؟ إلى آخره. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني توحي ليهم. نعم.
طيب مولانا معلش انا هرجع في جزئيه الرجال، واذا كان النبي وهو صغير او الرسول وهو صغير هل يعلم بهذا ام لا؟ يعني لو رجعنا تاني لقصه سيدنا عيسى عليه السلام وكذلك الايه الكريمه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهنا كان لسه في المهد على يد ستنا مريم، هل كان يعلم بانه نبي قال وجعلني نبيا؟ نعم، ده على سبيل خرق العاده. مريم غابت وجت في ايدها عيل طفل صغير ملهاش حل، واخد بالك ازاي؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه، ملهاش حل. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله، ملهاش حل. فدي اسمها ايه؟ اسمها على سبيل المعجزه. يعني ايه على سبيل المعجزة؟ يعني اللي صدر من فمه هذا انما هو بخلق الله مش منه هو. سيدنا عيسى عنده معلومات سابقة ولا لاحقة ولا كذا وكذا وكذا؟ لا. ولذلك لما نطق هكذا يقول المفسرون طب هو نطق كده قاعد يتكلم بقى؟ قال لا، ما خلاص خلصت يعني ما عادش، رجع مرة تانية طفل ما لا يتكلم، لا يتكلم ولا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل ولا أي حاجة، وبعدين محتاج إلى الرضاعة من أمه الشريفة. يعني ما فيش، خلاص المعجزة تمت وهي أنه نطق. فآتاني الكتاب ده يقولوا عليه باعتبار ما سيكون، بقدرة الله، بقدرة الله وباعتبار ما سيكون، لكن الحادثة دي هي معجزة. المعجزة لا يقاس عليها ولا تفسر في حد ذاتها ولا تنسب إلى صاحبها. المعجزة مش صدرة من ذات سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دي صدرة من الله على سيدنا عيسى. لم يكن يعلم هذا الطفل بأنه نبي، وإنما ربنا سبحانه وتعالى أنطقه بأن يبلغهم بأنه نبي. أنا على فكرة نبي، واللي هيتعرض لي ده كانوا عايزين يقتلوه، كانوا عايزين يعملوه. لا. وفرت مريم مع يوسف النجار عليها السلام إلى مصر مع ابنها الشريف. نعم نعم. فإذا المعجزة ما بنقولش فيها وآتاني الكتاب يبقى إن هو في حالة النبوة، لا ما هوش في حالة النبوة. كله ده جاي منين؟ أننا لم ندرس أو لم نتمسك أو لم يكن معنا قضية المجاز. ها؟ داعش عملت ايه؟ ده قال جئتكم بالذبح يبقى نذبح احنا الناس. حولوا المجاز الى حقيقه. من غير فهم للمجاز يقول لك ربنا ليه عينين؟ ولإيد؟ ولتصنع على عيني. بس عين واحده كده مش عينين اتنين. لا اله الا الله، حاشا لله. واخد بالك؟ وكلتا يديه يمين يبقى حاجه كده اعوذ بالله، وليه يمين الاثنين يمين كده. الله، ما ده كلام تقولوه ليه؟ كله ده ليه الخبل ده؟ الخبل ده جاي من انكار المجاز او عدم ادراك المجاز. النضاره اللي دي ما حضرتك بتقولها، النضاره معهمش النضاره، معهمش النضاره يقروا بيها النصوص. ايه النضاره دي؟ اللغه العربيه. ولذلك جه ابن تيميه وانكر المجاز. ما هو ايه البلوى بتاعته لما العلماء جننهم وقالوا قبضوا عليه ومات في السجن؟ قالوا لا ده انت فتنة. قال لهم ليه؟ اصل ما فيش مجاز. قالوا له يعني معنى كده ان ما فيش مجاز، من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. يبقى الشيخ فلان الاعمى الكفيف ده، الكفيف المسكين اللي هو هيدخل الجنة اللي هو ربنا هيفتح له عينيه كده، هيبقى في الاخرة اعمى؟ ما فيش مجاز يا اخي، ده فجر. وشوف شوف المفاتيح، انكار المجاز بس حاجه بسيطه خالص، انه ينكر المجاز بناء عليها ايه؟ يطلع الانبياء مش معصومه، يطلع ان ربنا حاشاه جل جلاله الله بيظلم الناس، يطلع انه هو ايه دي؟ ايه السواد ده؟ ينكرون ويمكر الله مثلا. خد عندك الاف الحاجات كتير طبعا. ولذلك العلماء وقفوا ضد هذا الهراء
وضد هذا الانهيار. قالوا عندك تعالى. مين اللي قبض عليه؟ ابن مخلوف المالكي. قالوا تعالى انت بتقول ايه؟ قول انا بحقق معاك. قال له ان الحمد لله نحمده ونستعين. قال له ما جئت بك خطيبا. انت هتدخلي في خطبه الحاجه عن عبد الله بن مسعود، ما جبتكش خطيب. قال خصمي وحكمي لما انت الخصم بتاعي. قال له خلاص، رفعت الجلسه وقبضوا عليه رموه في السجن. فهو ماشي، طب معلش رجعوني، زي الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي دي. قالوا رجعوا صدر القرار بالقبض عليه. حكايه انكار المجاز دي مصيبه، ولذلك احنا بنعلم الناس وبنقول لها في مفاتيح. هؤلاء الناس تلاعبوا بها، بعضهم عن قصد وبعضهم عن جهاله وجهل، ادت بهم الى هذا المستوى الحضيض من التعامل مع النصوص. بارك الله فيكم مولانا، بارك الله فيكم. سؤالنا لحضراتكم وفكركم بيه، ما رايك في من يشكك بأصمت الرسل والانبياء؟ نستعرض بعض من اجاباتكم بعد الفاصل، وان شاء الله على طول هنتلقى اسئلتكم على الهاتف والاس ام اس. ابقوا معنا. حضراتكم مرة تانية ونتلقى أسئلتكم. الأستاذة إيمان، فضلي فن. أستاذة إيمان، أهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ عمرو؟ وعليكم السلام، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا ابني. من فضلك كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال. فضلي فن. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا إيمان. أهلا بيك يا حاج. بص حضرتك، أنا معايا معاش والمعاش بتاعي مندمج مع معاش ابني، فحضرتك انا ليا اخواته انا بساعدهم من نفس المعاش، فهل كده يبقى في حرمانيه عليا؟ مع العلم ان انا برضو عملت اضحيه العيد من نفس الفلوس بتاعتي وبتاعت ابني دي مع بعض. هو عايش معاكي؟ هو عايش معايا، هو لسه صغير يعني عنده 20 سنة. طيب حاضر. حاضر يا فندم، شكرا جزيلا. الاستاذ عمر اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا يا سيد عمر. انا كان عندي سؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان لو لما اشتقت الى احبابي فقال اولسنا احبابك، فقال انتم اصحابي لكن احبابي قوم ياتون بعدي تمام لم يؤمنون بي ولم يروني. مظبوط. فانا كنت عايز اعرف فضيلة الشيخ عن مواصفات خاصة. مواصفات خاصة لأحباب النبي بمعنى أصح يعني؟ مظبوط يا فندم. حاضر حاضر، أشكرك. أستاذة سامية اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كنا الفاضي. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا لابسة في صدري سلسلة صغيرة والحقيقة ما بعرفش أقلعها وفيها نفس الجلالة، فأنا بخش دلوقتي بيها أتوضى وأخش الحمام وكده، وإحنا طبعا لما بنتوضى ونصلي في الحمام بنشهد وبنقول الكلام ده، فهل انا لازم الحها كل مره ولا اضطر اشيلها بقى من صدري؟ هو سؤال بسيط بس يعني عامل لي قلق. تحت امرك، تحت امرك يا فندم، شكرا جزيلا. الست زينب اتفضلي يا فندم. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عايزه اسال فضيله الشيخ، انا عندي بنت وولد، هما مش شقة بس البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، باباها لما توفى ساب لها مبلغ من المال وأنا متكلفة بيها كله، فأنا خايفة أموت والمال ده هو أخوها كويس يعني هيبقى هو الواصي بعد كده عليها، بس أنا خايفة مهما يكون شيطان بيبقى وحش يعني، فهل أنا أدخل المبلغ ده تحت المجلس الحسبي في حين إن هي تعبانة وممكن إنها تحتاج لأي مبلغ في أي وقت؟ لأن المجلس الحسبي بيحتاج إن لازم أدفع إيصالات، فأنا خايفة لما يسعفوش ده مثلا في حاجة، فأنا خايفة أموت وأسيب المبلغ. ما حدش ضامن يعني، أنا ابني أم ربياه وحاجك وبيعامله معاملة طيبة جدا،
بس مش عارفه ظروف الدنيا، فانا محتاره ومتضايقه هل ده يا زينب ده مبلغ كبير؟ يعني مش كبير قوي، يعني هو في حدود فوق 100,000. طيب ماشي. وانا عندي مالي الخاص، انا لما اموت هما الاثنين هيتقسموا فيه، بس ده المال اللي سابه لها والدها هي، انا ما جيتش ناحيته خالص من ساعه ما مات. ماشي بل ماشي، هو في زياده الحمد لله. ماشي. وعندي انا مالي اللي هما الاثنين هيخشوا فيه. طيب حاضر. وهو قال لي يا ماما ما تخافيش، زي ما انت هتقولي لي انا هعمل، بس طيب انا خايفه اموت ويحصل اي ظروف. ربنا يديك العمر، ربنا يديك العمر يا رب. شكرا جزيلا سيد زينب، شكرا لحضرتك. مرينا بالنسبه للاستاذه ايمان. احنا لما بيكون عندنا يتيم او لما يكون عندنا خلطه، فدي الفقهاء يسموها سفره السفر. سفره السفر معناها ان انا وانت وغيرنا مسافرين، وبعدين كل واحد مننا دفع 10 جنيه، بنجيب ناكل مع بعض. فانا كلت طعميه زياده وانت كلت رغيف زياده، وانت ما لهاش حساب كده. وهو ده ما سماه فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني ايه؟ يعني من غير حساب. قالوا يأكل بالمعروف اي لا يتأثل. الفقهاء قالوا كده. يتأثل يعني ايه؟ يعني يغتني. يعني انا دخلت جنينه فيها شوية شجر مانجا ويستفندي وحاجة زي كده وبرتقال، كلت قد ايه؟ كلت 5 مانجات وثلاث برتقانات، ما يجراش حاجة. يتأثل بقى يعني ايه؟ يعني اجيب قفص واحمل 5 6 قفاص واروح ابيعهم، يبقى انا دخلي دخل من الزيارة دي، او ده يتأثل. يتأثل ده يبقى لازم بإذن، ولكن مفيش تأثل في أكل لغاية طقط بطني، مفيش إذن. الحالة بتاعت إيمان إنها عايشة مع ابنها وبتاكل مع بعضيهم كلهم، ابنها مع إخواته مع كذا إلى آخره، مفيش مانع. ليه؟ لأنهم بيأكلوا من طبق واحد وما يجراش حاجة. طيب عمر اشتقت إلى أحبابي، إيه مواصفات الأحباب؟ أنهم قد وجدوا كتابا ولم يروا النبي. كتاب هو معجزة الرسالة. النبي كانت على ايديه معجزات، هي معجزة الرسول، فهم ما شافوش معجزة الرسول، وما شافوا ايه؟ معجزة الرسالة لوحدها كده، فآمنوا بيه. يبقى الإيمان بتاعهم إيمان قوي قوي. انتوا أيها الصحابة الكرام شفتوني، يعني سمعتوا معجزة الرسالة وشفتوا كمان المعجزة الحسية، سمعوا الجزع وهو بيئن وبيحن إلى رسول الله، سمعوا الحصى وهو يسبح، شافوا المية وهي بتتكاثر من بين يدي، شافوا معجزات حسية على مثلها آمن الناس عبر القرون. طب أنا ما شفتش، بس أنا كينونة القرآن دخلت فيا وأمنت من هذه المعجزة اللي هي معجزة الرسالة، فالنبي بيحبني. آدي صفات الأحبة، أنهم لم يعتمدوا على رؤية المعجزة، قالوا كيف تكفرون وأنا فيكم، لما أنتوا شايفين ليل نهار المعجزات بتطرى. لكن اللي جاي بعدنا بقى ده فعلا فهم القضية. إيه القضية؟ إن ربنا واحد، إنه خلق الخلق، أنه بيده الرزق، أنه بيده الإحياء والإماتة، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أن هناك يوما آخر سنعود للحساب. وأدي القضية اللي إحنا قاعدين نقول فيها أركان الإسلام، ونقول فيها أركان الإيمان، ونقول فيها أركان الإحسان وهكذا. فلما حد يفهم كده من غير معجزة الرسول يبقى حاجة عالية قوي. الست سامية بتقول ان عندها سلسلة ولبساها كده، لا ما يجراش حاجة، ادخلي وتوضي بيها وخرجي وكذا الى اخره، وما تشيلياش وما تقلقيش. السيدة زينب عندها بنت وولد وخايفة وكذا الى اخره. انا بقترح عليها اقتراح، المبلغ بتاع البنت اللي ابوها سابه لها تقسمه نصين، 50 توديه المجلس الحسبي
وخمسين تخلي عند الولد علشان يصرف منه. هيصرف على أخته، على أخته خايفة من الشيطان أنه يتلاعب بالبشر. ماشي، الخوف ده هيكون كبير في المية، المية تشتري له عربية، لكن الخمسين ما تشتريلوش، ولذلك هتبقى حاجة يعني ما تسويش يعني. ده لو يعني افترضنا لا قدر الله، ده لو افترضنا يعني، ما هي خايفة، ما هي قلقانة والهاجس بتاعها انها هتموت وكذا، ربنا يديها طول العمر والصحة. لكن طب اعمل ايه؟ سيبيه نصين، نص حطيه في الحسبي ونص خليه تحت ايد الولد علشان تصرفي المصاريف العاجله للبنت، ووصي الولد. الولد بيقول لك يا ماما انا هعمل اللي انت عايزاه. فيبقى هنا يعني كاننا ايه عملنا حل وسط للتخوف ده عشان نزيله. طيب ده كان بالنسبه للاستاذ زينب ومعناش اتصالات هاتفيه تانية. انا اسف يعني عشان ناخد بس جزء من الاس ام اس. نشوف كده سؤال او اتنين بعد اذن فضيله مولانا. يعني رقم اخر 58 بيقول انا اعيش مع امي واختي في بيت ابي، ولكن توجد مشاكل بيني وبين اختي حتى وصلت اني اعيش في حجره في البيت، فهل يجوز ان استاجر شقه واعيش فيها؟ وكاتب لو بس مش فاهم لو ايه الحقيقه، الرساله مش كامله. ينفع يسيب امه؟ هو بيقول فيها أبوه لو جدي لو جدي مع العلم ان امراه عمرها 38 سنه هي ست عفوا هي ست، هي ست عمرها 38 سنه، ينفع تعيش في شقه لوحدها؟ يعني احنا طبعا اجتماعيا ما بنفضلش هذه المعيشه للوحدها. وده تستاذن ابوها وامها وتشوف اذا كانت حتى قريبه حتى كذا الى اخره. طيب اشكر فضلك يا فندم جزيل الشكر، شرفتنا معاك. اهلا وسهلا لحضرتك وشكر موصول لحضراتكم. بس حابب قبل ما اسيبكم اقول لكم ان بكره ان شاء الله على غير العاده بكره تكون الحلقه المفتوحه، حلقه الاسئله بكره الاثنين. اي اسئله عند حضراتكم بنرحب بيها على التليفون، على الاس ام اس، على صفحه البرنامج، لان طبعا يوم الثلاث هيبقى فيه انتخابات في جوله الاعاده ومش هيبقى فيه طبعا حلقه، ولكن بكره ان شاء الله هي حلقه الاسئله. الى اللقاء.